انا غادي ندوزو لك. سميتك سمير ولا ياسين؟ سمير ولا ياسين؟ وثانية سنة قالت لك كتبغي ياسين، عاد تعرفو مؤخرا اخويا. ماشي أخويا ماشي. هاك هاي معاك. أخويا زعما في المعقول. تفضل اختي فاطمة الزهراء، ها هو معاك ياسين. الله يخليكم بعضياتكم. فاطمة الزهراء، أمين شكرا. ألو ها هو معاك. ألو وي فاطمة الزهراء. ألو الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. الله، السلام عليكم خويا. اهلا وسهلا، لاباس عليك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. تفضل استاذ، شكون معايا؟ معك سمير من كازا. سمير من كازا، مرحبا بك سمير. شحال السن ديالك اخويا؟ 23. 29 سنة. شنو الاسم ديالها وفين ساكنة؟ فاطمة الزهراء في كازا 23. فاطمة الزهراء في كازا، 23 سنة. شحال انتم على علاقة سمير؟ 3 سنين ونص. اخر مرة شوفتو تقريبا يوميا كتشوف. يوميا كتشوفو؟ تشوفو يعني اخر مرة شفتيها اليوم، البارح؟ البارح والبارح. والبارح انت كتبغيني وشايك فيها وشايك فيها، ولكن كاين ثقة بيناتكم، كاين الحب، كاين كدا. بالضبط انا عارفة كتبغيني وكتشايك فيها. مأكد من هادشي هذا؟ متأكد منه ألف. وشنو اللي خلاك تدير لها التيست؟ جرب ما عرفش يعني، كاين واحد يقدر يكون ما كتعرفش شنو تحت راس الناس. واخا عطينا الرقم ديالها. زيرو قيد. قل لي فاش لقيتيها اول البارح؟ فاش لقيتيها اول البارح يعني من اول البارح لهيه شحال تكون المده ما شفتيها؟ مزيان، الله يسخر. يعني هادرين في المعقول، يعني انت اللي كاين. قطعت علينا. كتقطع علينا. الو، السلام عليكم اختي فاطمة الزهراء. اش اخبارك اختي، لاباس عليك؟ العائلة، الخوت، الوالدين، كل شيء مزيان؟ الحمد لله. فاطمة الزهراء 22 سنة، مدينة الدار البيضاء، معك سعيد خربوش من برنامج إهداءات الليل. راك معنا على المباشر اختي فاطمة الزهراء، ومرحبا بك معنا، والشرف لنا تكون معنا في البرنامج ديالنا فاطمة الزهراء. مرحبا بك. الله يكبر بك اختي فاطمة الزهراء، شكرا لحسن الاستقبال والروح المرحة باش استقبلتينا فاطمة. فاطمة، البرنامج ديالنا كما هو معروف، كما هو متداول على السوشيال ميديا، برنامج المفاجآت الليلية. عزيز عليك شي مفاجأة فاطمة الزهراء؟ كنسمعوكش مزيان، إذا كان ممكن ترفع الصوت ديالك شوية وصافي. نيت عندنا لك واحد مفاجأة زوينة وغادا تعجبك، ربما ربما والله أعلم. على العموم، برنامج ديالنا هو سؤال وجواب. شي شخص ربما شاف البرنامج ديالنا على السوشيال ميديا وقال علاش ما نشارك حتى أنا في هذه المسابقة على الله الربح، وفعلا اتصل بنا وطرحنا عليه 5 ديال الأسئلة. ربح معنا واحد الباك نسائي بليس واحد قسيمة شراء ديال 3000 درهم. وللأسف الهدية ما كيديهاش الفائز، كيفرض عليه قانون البرنامج أن الهدية يهديها لشي شخص كيكون في حياته عزيز عليه او تعرف عليه، عنده شي مويل من جهته. هذا الشخص هذا ما قلنا له لما بغيتي تهدي الكادو، قالنا يا فاطمه الزهراء يردوا الهديه البرنامج. انا غادي ندوزو لك. اوكي مرحبا. الو استاذ، تفضل. وين الرقم ديال فاطمه الزهراء؟ وهذا الصوت ديال فاطمه الزهراء؟ وهذا اوكي، انا غادي ندوز هذيك.
اوكي غادي نزيدو نقربوك من المعلومات شويه اختي فاطمه الزهراء. هذا الشخص هذا قال بيناتكم واحد العلاقه، ربما تعرفتوا في الاونه الاخيره كتواصلوا مع بعضياتكم في التليفون، عايشين الحب والحياه السعيده، بقى واحد الميول كينتشر بيناتكم. هذا الشيء اللي قال، ومي قلنا له لما بغيتي تهدي الكادو قالنا يا فاطمه الزهراء يا بلاش، الله يسخر لي يسر الامور. قولي اختي فاطمه الزهراء قبل ما ندوزو لك، من عند من توقعتي تكون جايه هذه الهديه في نظرك؟ نعم ما كان سمعك شختي، ما كان سمعك شختي، إذا كان ممكن تهضر بالجهد. ما عليناش حنا، خلي ديك المعلومات هذيك، اللي مهم عندنا هو الشخص. قال المعلومات اللي قالنا ربما تعرفتوا في الآونة الأخيرة كتواصلوا مع بعضياتكم، هادشي اللي قال، ولا واحد الميول بيناتكم أختي فاطمة الزهراء. وعطينا حتى المعلومات كلها صحيحة. فاطمة الزهراء 22 سنة من كازا. أيوة يا أخوي، المعلومات كاملة صحيحة. أنا نقول لك شوف شي علاقة، شوف شوف اسمع اسمع، غنزيد نسهل، شي علاقة بديتيها جديدة؟ وظيفة جديدة، هاد العام هذا مثلا شي واحد كتواصل معاه في التليفون؟ كان عارف واحد اسمه ياسين. ياسين، الله يخليكم بعضياتكم اختي فاطمة الزهراء. قول امين. كتبغي ياسين بزاف؟ الله يخليكم بعضياتكم. انا غادي ندوز عليك. وسامير ابقى معنا فاطمة الزهراء، انا غادي ندوز عليك. سميتك سمير ولا ياسين؟ سمير ولا ياسين؟ وقالت لك كتبغي ياسين، عاد تعرفوا مؤخرا اخويا. هاك هيا معاك. تفضل اختي فاطمة الزهراء، ها هو معاك ياسين. الله يخليكم بعضياتكم يا فاطمة الزهراء. امين شكرا. الو، ها هو معاك. الو، وي فاطمة الزهراء. الو، باش نجيك من الاخر، معاك سامير. معاك سامير مش سامير. صباح. صباح الحمد لله. شنو انا بالنسبة لك؟ نعم، شنو انا بالنسبة لك؟ اليوم يسالي هو صراحة اسمع اسمع عفاك سامير، انت شنو من بالك؟ شنو كيف شكون هو اللي يسمع؟ ما تمشيش ما تمشيش بعيد، راه زعما غير امي. الو 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 امي، ياك شنو غادي نقول لك اخويا؟ شوف اخويا، اسمح لي بزاف نتعرف على واحد الانسان اللي مالك بقى، جيتي من الاخر. وأشنو غادي نقول لك أثانيا؟ مش عارف، انا كنبغيك ونوما في المعقول ولا تبان مسكيرة.